Oh الحلقه السابعه سؤال دايما بيجي على بالي لما الواحد بيمشي في الشارع وبيشوف الناس اللي حواليه بيشوف ناس راكبه احلى عربيات في الدنيا وربنا ربنا كرمها بال بالعيله وبالاولاد وبكل خيرات ربنا يعني ولما بيشوف تصرفاتهم واخلاقهم في الدنيا بيلاقي عكس الـ الـ يعني لو هو ده ربنا بيجازي يعني اللي بيعمل خير في الحياه بالخير وبالرزق وبالحاجات دي ساعات في الدنيا بتشوف عكس ده تماما يعني ما بتلاقيش العدل في التقسيمه بتاعه الحاجات في الدنيا، ساعات بحس ان اللي يعني ان اللي بيغلط ممكن ربنا كل ما يغلط كل ما يغلط اكتر كل ما ربنا يديله اكتر كل ما يكرمه اكتر، وعلى الجانب التاني اللي, اللي مش معاه واللي مش لاقي واللي فعلا مظلوم في الدنيا بيتظلم اكتر واكتر مع ان هو كل ما يتظلم يقول الحمد لله ففين العدل هنا؟ فين فين الفيرنس هنا؟ فين عدل ربنا؟ فين عدل الاسلام؟ لان انا اعرفه ان الاسلام اساسه العدل يعني لدرجه انه حتى المظلوم دوت يعني لما في يوم من الايام تصعب عليه نفسه كده لما من كتر ما بيتظلم يقول ليه يا رب بتعمل فيها كده اول واحد يسكته يقول له حرام انت هتكفر ولا انت يعني ايه تقول لي يا رب؟ يعني فكمان حتى يعني ممنوع ان انا حتى اسال السؤال ده طب هو انا ليه يا رب بيحصل معايا كده؟ ده انا بعمل كل حاجه صح في حياتي ومش وعلشان تكرمني يا رب ومش لاقي الكرم ده فين العدل في ده فين العدل في انه لما تحصل اي كارثه طبيعيه من زلزال ولا بركان ولا فيضان في اي بلد في الدنيا حتى لو بلد مسلمه يقول لك ده غضب من عند ربنا ده اكيد ربنا غضبان عليهم ما هو مش ربنا غضبان عليهم دول اللي بيروح في الكوارث اللي زي دي بيروح الافات الافات الالفات فاكيد في من الناس دي ناس كويسه وناس عملت حاجات كويسه في حياتها وناس مؤمنه جدا بربنا وبتصلي وبتصوم وبتزكي وبتعمل كل حاجه في زلزال 92 أه وده غالبا برضو ممكن يحصل في اي كارثه من الكوارث الطبيعيه اللي اتكلمنا عليها دي افرضي كده ان في وسط الكارثه دي ناس كانت قاعده بتصلي سواء في جامع ولا في كنيسه ولا اي دين يعني الناس مؤمنه بربنا وخلاص والزلزال ده حصل والجامع اتهد على دماغهم وماتوا او حاجه جوه الجامع وقعت عليهم وماتتهم طب يعني انا عارف ان دي خاتمه حسنه وانت ميت وانت بتصلي بس برضو في يعني وبعدين يجي يقول لك لما هتحط دول في وسط الناس اللي يقول ده غضب من عند ربنا طب الناس اللي كانت بتصلي جوه الجامع دي يعني ربنا غضبان عليهم ازاي او ليه دول اتاخدوا في وسط دول؟ من كتر ما هي عدم العدل ده ساعات انت بتشوفه قدامك في الدنيا الواحد بيتخض انه ممكن يكون طب العدل ده هنلاقيه في الاخره يعني هل هل العدم العدل اللي موجود اللي احنا بنشوفه ده ربنا هيعوضنا عنه في الاخره ولا ممكن لا قدر الله يبقى مفيش عدل كمان بنفس الطريقه دي في الاخر فكره الخلود في النار فكره ان انا ب... علشان ذنوب معينه عملتها اللي انا اعرفه ان ربنا غفور رحيم وان ربنا يعني ب... ب... يعني لما بتدفع ثمن ذنبك دوت خلاص يعني ب... يعني بتتحاسب عليه وبت يعني بنكمل حياتنا بقى وربنا يكرمنا بالجنه يا رب ان شاء الله ففكره ان الخلود في النار دي على انهي اساس وان اصل هو مستحيل يعني يعني حتى اوحش بني ادم في الدنيا هتلاقي له حاجه كويسه حسن عملها في حياته وفي نفس بقى فكره الكلام عن الاخره دوت يعني ساعات الواحد بيسال آه ليه لو انا ليه ما تعاقبش على قد ما يعني انا عشت 70 سنه بعمل ذنوب فاعيش 70 سنه في النار ماشي وبعدين برضو هتيجي يقول لك انه السنين والاوقات وكده بتختلف في, في 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 بعد الحياه او يعني في, في الاخره غير وقتنا دوت يعني ممكن يعني حاجات كتيرة متلخبطه واسئله كتيرة بتيجي على بال الواحد بس هو اساسها انه لو الاسلام اساسه العدل ولو ربنا هو العدل ليه مش بنشوفه في الدنيا في ناس بتقول الفقر نعمه طبعا ما انت مش تبقى محتاج تغير الموبايل بتاعك مره في الشهر ولا العربيه بتاعتك مره على الاقل في السنه ولا محتاج تجيب لمراتك اغلى هديه في عيد ميلادها ده انت يا دوب هتجيب اكل ليك انت وعيالك وهدمتين يغيروا فيهم عشان ريحتهم ما تضايقش الناس اللي في الشارع واصلا كده كده لما الهدوم بتظهر على العيل العيل اللي اظهر منه هياخدها هي الدنيا كده. العدل فيها ملوش أي وجود. الحياة غير عادلة؟ طبعاً الحياة غير عادلة. هو فين العدل اللي في الدنيا؟ واحد يقتل ويسرق ويعيش منعم ومشهور وغني ويموت من غير عقاب. واحد تاني يعيش طيب وهادي وخدوم وصبور ويموت دون تكريم ودون شكر وربما محدش يعرف عنه حاجة. فعلا مفيش عدل في الدنيا. والقران بيؤكد على ذلك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. في الاخره مفيش ظلم، يبقى ممكن امبارح في الدنيا كان في ظلم. لكن هل معنى كده ان الله سبحانه وتعالى غير عادل؟ لا. يجب بقى النظر على الصوره كامله. ما تحكمش ابدا على مسرحيه من الفصل الاول. الحياه مش هي الدنيا بس. بل مش هي الدنيا اصلا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: "وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون" يعني اه لو عرفوا ان الدنيا دي لهو ولعب كلام فارغ تفاهات بكل ما فيها تفاهات مش مهمه كل السعاده اللي فيها مش هي السعاده كل الحزن والعذاب اللي فيها مش هو الحزن ولا العذاب. والدار الآخرة هي الحيوان يعني الحييان الحياتين وقلبت إلياء الثانية واو الآخرة هي كل حاجة يعني لو الحياة توقفت قبل البعث خلاص هي الحياة تبقى بس هي الدنيا ومفيش حساب يبقى فعلا ظالمة ولكن الحمد لله بالبعث والحساب يتبدد الظلم ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامه. فين الرحمه؟ في ان ربنا يجمعنا يوم القيامه. من رحمه ربنا ان في يوم قيامه، لان الله عادل واطلق على نفسه العدل. هو عادل وهو مصدر العدل كله. في الحديث القدسي ربنا بيقول: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربنا حرم على نفسه الظلم وحرم علينا الظلم. وأمرنا ألا نظ... إن إحنا ما نظلمش بعض. شجعنا على الوقوف في وجه الظالم. حتى لو كلفنا حياتنا. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، يعني ما فيش أمل فيها. ما فيش أمل في اللي يخاف من الظالم. الظالم ده بيقتل وبيسجن وبيعذب وبرضه مش سبب يخلينا نخاف وما نقولش الحق. لكن هل لإن الحياة ظالمة معنى كده؟ ان الله وحاشاه طبعا ان الله ممكن يكون ظالم لا لما نشوف يا جماعة جريمة بتحصل هل بنلوم القاضي اللي هينظر في القضية بعد عدة شهور الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل هل معقول الناس تلوم قاضي قبل ما يحكم في القضية اصلا الله سبحانه وتعالى يتدخل يوم القيامة بالقصاص من الظالم للمظلوم وبتكريم الانسان الصبور الكريم العفيف اللي حدش كرمه في الدنيا وبعقاب المجرم القاتل المغتصب المتحرش اللي ما حدش عاقبه في الدنيا. النبي عليه الصلاه والسلام امرنا وقال اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. يعني لو يوم القيامه جه وواحد منكم في ايده شجره صغيره كان هيزرعها يزرعها بسرعه. فالملحدين على فكره بيضحكوا من الحديث ده يقول لك انا مش فاهم ايه معنى ان الواحد يزرع في اخر لحظه من لحظات الدنيا. ده مش بس ان الانسان مش هياكل من الشجره دي مفيش اصلا اجيال جايه هتاكل منها يقول لك اي معنى الكلام ده هو. لكن لا ده ده بيورينا السيستم في هذا الدين مدى العدل بتاع ربنا انه الانسان يوم القيامه مش هيتحاسب على النتائج هيتحاسب على الجهد هنا في الدنيا بنتحاسب على النتيجه مش على الجهد وده من اسباب الظلم بتاع الدنيا ان الانسان ما يلاقيش اي عائد او اي شكر على جهده لكن دايما مديري مهتم بانتاجي مش بمجهودي يقولي وريني انتاجك وريني مبيعاتك وريني الارقام ربنا لا بيهتم بالمبيعات ولا بالانتاج ولا بالارقام ربنا بيهتم بجهدك انت حاولت ولا لا يوم القيامه ربنا بيكافئك على الجهد مش على النتيجه ده حتى لو اجتهدت واخطأت ليك اجر الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يبقى الإنسان لو اجتهد وأخطأ عنده أجر على الجهد. فين العدل بقى؟ والمذنب ممكن يذنب سبعين سنة في الدنيا وبعد كده يخلد في النار. حتى لو كان الذنب ده الكفر. وأنا عارف إن ده بيدور في دماغ ناس كتير السؤال دوت. أولاً هناك فرصة متساوية لأن برضه ممكن يعمل الصالحات سبعين سنة ويخلد في الجنة ثانيا ما علاقة قسوة العقوبة بالعدل أو الظلم هو ما ينفعش يكون في عقوبة ظالمة وخفيفة في نفس الوقت يعني لو قانون ما بيمنعش كسر الإشارة الحمراء مش ممنوع وبعد كده كسرت إشارة حمراء والقانون ما, بي... ما بيمنعش وظابط مرور وقفني ودفعني غرامة ربع جنيه بس يعني ولا حاجه ده الواحد ممكن يديله الجنيه يقول خلي الباقي يبقى في ظلم هنا ولا لا هذه عقوبه خفيفه لكن ظالمه لان القانون لا يمنعها كذلك لو القانون بيمنع كسر الاشاره وبيحدد غرامه 5000 جنيه للي يكسر الاشاره عقوبه قاسيه جدا وشديده جدا لكن اذا الانسان كسر الاشاره ووقفوا ظابط المرور ودفعوا 5000 جنيه ما يقدرش يقول ان في ظلم لان القانون بينص على ذلك لصالحنا لتفادي الضرر اللي ممكن يقع على الناس الناس اللي ملهاش ذنب لكن ممكن الانسان يشتكي من شدة العقوبة عقوبة شديدة لكن مع ذلك هي عادلة لان منصوص عليها واحنا عارفينها وتحذرنا منها يبقى في ذنوب معينة ربنا قال لنا عليها وحذرنا من الوقوع فيها وادانا الفرصة لو وقعنا فيها نتوب قبل ما نموت وحذرنا اننا لو عملناها ومتنا واحنا مستمرين عليها ومصرين عليها ندخل النار يبقى العقوبه شديده ولكنها عادله لان ربنا حذرنا وربنا قال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم